السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. اليوم انا حنسقسيو الجزائري ونقول له ادارك راضي على المظهر والشكل تاعك؟ وشنو هي الحاجه اللي ما تعجبكش في روحك؟ وشوفوا كيفاش تكون الاجابات. تابعوا معنا في هذه الحلقه الجديده من صراحه جدا. بكل صراحه وشنو هي الحاجه اللي ما تعجبكش في روحك؟ في روحي انايا خلي روحي شعري طويل وباللحيه بن مهبول، كي تكبر لي اللحيه وشعري طوال ما نحاش. يعني ما يعجبكش الحال كي يكبر لك هكا شعر مغوف؟ بيان سور نحس روحي شغل بعد كي نحف شغل نقول روحي ماشي انا، تبدلت والله. يعني كي تكون باللحيه وشعرك ما ماشي محفف ولا ما تقدرش تشوف روحك في المرايه؟ ما نقدرش والله ما نقدر. بكل صراحه وشنو هي الحاجه بالك اللي ما تعجبكش في الشكل تاعك؟ يا اخو من الاخر سنيه ونيفي. ما يعجبونيش. علاه؟ هكاك دوبي مون انفونس من الصغر عندي بروبليم هادي تاع قصير للدوك ما حبيتش نبرا منها. قسما بالله غير جوسكا بريزون درت كل السبور في الصغر ودرت وسم ودرت كدا لابار فيكس بقيت هكذا للدوك مازال عندي هاد العقده. سورتو مع نساء تاع الجزائر عباك كل واحد وحده تقول لك بابا قصير انا نحب واحد كذا ماما كيحطوا في لي نونس تاع الجورنال كل حبوا يزوجوا كاع كي تقرا تقول لك انا نحب رجل طويل وكذا ومنا وهذه وهذه كي نزيد نقرا هذوك نزيد نمرض. انا هذا البروبليم اللي عندي جاما جوسكا بريزون قصير للدوك للدوك هذا دي فوا نخسر هكذا دخلي كاع نقول انا قصير ودرت واش درت ما زدتش في الطول سبحان الله. هذا هو اللي مازال عندي عقده بروبليم راهي للدوك. والله مع حناك تعرف المجتمع تاعنا كيما قلت نسا وكذا منا يقول لك حنا كاع لازم يكون كروندو طاي ولا بون طاي ولا كذا. هذه هي اللي تقتلني والله جوسكا بريزون ونقوي ايماني ودي فوا ننسى وكذا منا بصح من بعد تعاود جيني في راسي قول لي يا خا نخزر في روحي ولا نخزر في الناس وشو هذا يا رب سبافري. يقول لك ربي ما كاش منا ما يعطيش الواحد كلش. لا لا كاين اللي يعطي له كلش خويا شتها بعيني كلش يعطي له القرايه الزين قدامنا لطاي وانا هاك تشوف جمال هاني قدامك 48 50 قريب 50 سنه ومازال لك تشوف روحك خسر جوست كابري مازال نشوف ساعات ودي قليل نقول انا والله على هكذا على بورتو درت سبور في الصغور في كلش باش نزيد اكزاكتومون على هذا الشيء والله ما زدت حاجه حتى سنتيم سنتيم ما زدت بقيت هكذا كيما راني هكذا باش نقول لك من كاتريام ماني من نافيام ماني بقيت هكذا ما زدتش. كاش نهار واحد هكا جرحك وقال لك انت قصير كاين قالوها لي قالوها لي سي فري كاين قالوها لي قالوها لي نسى دوكا صافي بيان لونطون. كي تشوف روحك في المرايا ولا في التصاور ولا وشنو هي الحاجه بالك اللي ما تعجبكش في الشكل تاعك؟ يا صح سمعنا ايه دواره سيرتو دواره ما تحبش تشوفها؟ ما نحبش نشوفها. علاش؟ سيرتو كي يلحق الصيف مع البحار وكذا تروح هكذا كرشك خارجه كويسات جاي عيانه شويه يعني بالك هذه هذه وهيك كر شوي. شنو هي الحاجه اللي ما تعجبكش في روحك؟ حاب تسمعهاك الحاجه اللي ما تعجبنيش في روحي لي سيغن لي سيغن وي لي سيغن ابار وبالك دي فوا البوا يعني كي نزيد في البوا ولا هذا ما كان ابار سا لي سيغن لي سيغن نشوف فيهم الويل نشوف لي سيغن نتحدث معاهم وي لسان هذا مكان هي كمال لله واحد ما راهو كامل في هذه الدنيا. انا في شكلي ما عجبنيش الطول. ما يعجبكش الطول؟ هذا ما كان. كيفاش تشوف روحك؟ شوف مو قصير ماشي طويل امونج لاج ديالي وطول ديالي ماشي كيف كيف وهي الكمال لله واحد ما واحد ناقصه شعر واحد ناقصينه سنين واحد طول واحد كل واحد وكيف هذه هي رضا بالمكتوب. بكل صراحه وشنو هي الحاجه اللي ما تعجبكش بالك في الشكل تاعك؟ في الشكل تاعي بالك كيما نقولوا نيفي باسكو انا كي كنت صغير طحت ضربه في نيفي هاي قعدت لي شغل الضربه هذيك ما كيما نقولوا ما تقبلتهاش ما تقبلتهاش الضربه هذيك هاي شغل نحسها شغل شويه تاع تجينيني شويه وانسان كماله لله انسان كيما نقولوا صح في القلب ماشي صح في الامور هذوما تاع شغل الشكل تاعك وكذا كاين عباد بزاف تشوفهم كيما نقولوا زين وكذا ومنا تاع القلب الداخل قلبك حل شغل المبغوض كي يكون يتكلم معاك يهضر معاك كذا ما تشوف باللي عنده حاجه بصح الانسان كي يولي للصح صح كاع في القلب حنا القلب تاعنا هنا مالقدر يكون الشكل تاعنا كيما يكون الشكل تاعنا صح كاع في القلب. حاجه اللي ما تعجبكش فيك؟ حاجه اللي ما تعجبنيش انا دوك انا رب العالمين خلق لي هكذا راني بصحتي راني نشوف راني بانيه الحمد لله عندي رجليه انا دوك بون دوك ما ندخلوا في الهضره المليحه
كاين الناس ما مشي يشوفوا ما يسمعوش ما يمشوش اللهم عافينا انا راني بصحتي والحمد لله وان شاء الله الناس كاع يكونوا بصحتهم شوفهم تسهمك واللي راهو مريض ندعو له بالشفاء ان شاء الله اللي راه في المستشفيات وحتى اولادنا ان شاء الله يا ربي يصل لهم صحتهم والدينا وان شاء الله كاع نكونوا بصحتنا الحمد لله اخويا العزيز يا خويا عجبني كلش في روحي كلش يا خو باسكو داخل قلبي يا ربي يطالك عين يطالك نيف يطالك ودن يطالك فم تاع ضربي هذا خلق ربي ما كاش كيفاش عفسه تقول هذه عفسه عيانه ولا ما كان عباد ما عندهمش عينين يا خويا الشاق يشوف يا خويا يشوف الحاجه يا شايف كيفا كيما النيف يا نقول لك نيف كبير كان عباد مساكن كاع ما عندهمش يا مشوهين يا تسمى يا خويا داخل قلبي يا ما تقولش هذه ما لازم ترضى به يا كان عباد باسكو ما اكثر منا خويا العزيز يا لازم هاد الحاجة ترضى بها يا اخو الانسان كيفاش دير باش ما توليش تهتم بزاف بلي ديفو تاعك ولا بالشكل تاعك تقوي ايمانك لازم الايمان لازم يكون ايمان قوي بربي تكون انسان كيما نقولوا قال انا انسان كيما نقولوا عند ربي كامل انا انسان ربي خلقني بكل صراحة وشنو هي الحاجة اللي ما تعجبكش في روح اسمها كاع شعر انا ما هنجفري فالي يكون عندي شعر نورمال و كما الناس هذه هي هذا واش ما يعجبنيش في روحي يعني بنادم تشوف باللي يديرونجا من الصالة باسكو الناس هي نورمال هذه حاجه تاع ربي سبحانه مي هما شغل يعايروك بها فهمتني يقولك يا فرطاس يا كذا واحد يعيطك يا فرطاس هذيك فهمتني سي بور صار واحد يديرونجا من هذه هذا ما كان خويا نكذب على خويا انا والله كلشي يعجب فيا يا الراجل يا خو ما فيهش لعب كما يقولوا يا انا ندير تيك توك على كل كاين عيبات في لي كومونتير خلق ربي يضحك عليك واش يقول لك عينك دايره عينك بلديه وعينك ولايه وانا ربي خلقني بعيني هكذا لو كنت كي راك تشوف فيا وراك تعاير فيا في لي كومونتير عينك دايره واحد عينك رايحه منا عيب يا خو ماشي غير انا كاين بزاف الناس تعايرهم يا خو ماشي مليح يا خو ربي خلقو انسان هكذا انت دوك تعايرني تقول لي عينك انا ماذا بيا تخرج بعيني هكذا نورمال خلق ربي يا خو تستهزينا احنا بروحنا ما درناش نواض كنا صغار نورمال صح ماشي مليحه تعاير يا اخو نورمال يا شغل واحد يقولوا هذا مضروب من فرطاس واحد مع يا اخو والله ولاو يضحكوا بزاف على الناس انا في واحد الوقت يضحكوا على الناس يا شخصيا الشكل تاعي انا ديما راضي عليه الحمد لله يا ربي ممكن ما تعجبنيش الصفات اللي في الداخل اما عن الشكل رانا نشوفه دير لارجون تقدر تروح دير تبدل واش حبيت معك يعني صراحه هذا واقع واقع ما عجبوش نيفو روح خدم نيفك نورمال بصح اسكو ترى عجبك روحك كشخص كي نقولوا كشخص انا نهضروا على شخصيه نهضروا على امور فيك على قلبك كيفاش داير عقلك خدم عليه صحتك بليتو خدم عليها الشكل انت ما تهتمش كاع للشكل تاعك نو نهتم للشكل تاعي صراحه لانه الشكل الخارجي تاع الانسان راه مرآته